السلام عليكم. سأقرأ من ديوان هذا المعنون عودة الروح الجميلة، بالخصوص من القصيدة الأولى الطويلة بعض الأجزاء، ثم بعدها ثلاث قصائد قصيرة. الراوي والرجال. إن العدالة سوف تداهم الذين ينسجون الأكاذيب والشواهد المزيفة. هيراقليت عن الطبيعة. الراوي زمن الأفول في القرية يصول يجول في ساحة السوق يحكي حكايات يرتجل يحرك يديه يبوك لسانه يجسد بالبيان عوالم يتقول يرمز يضرب أمتان يقطف ينتقي من سوق صور من مخزون أرشيف خيال مخيال عشعش في شرق أوسط قديم تاع من مثل أفلاطونية جديدة مأثور ساساني عبراني يقتفي خطاه فيه مضاهاة تطابق مراتب وجود هيلينية كل كائن خلا من التقاء لا يعرف انتقاء طبيعيا تغييرا كل كائن فيه له مقام معلوم يعكس تقابلا مثل خالدة لا تتطور الراوي أحيانا يتأله يتشبه بدائرية حركة فكر أرميليدية أرسطية كندية عائدا على نفسه يتأمل يرى وحدة عقل عاقل معقول وهوية بين لغوص وجود بين حروف كتاب وكون دون تجربة ذوق يصف على رأس القرية إماما خليفة حاكما فيلسوفا أو حد أجمع عليه نخبة أهل عقد حل يأمر يعلو مثل نسر في تماثيل إيران بابل وكأنه كسرى أرطاشير أو شبح فزاعة كاريزماتية تحت جناحيه يطوي الكل في سجلات ديوان كيوان وحده ذو رأي مسدد من السماء مؤيد يرخص له لعب شطرنج ركوب خيل تناول نبيل ليمارس تفكير حماية قلعة شاه رياسة بلد موصدا أبواب المشاركة في وجه جمهور يحشد يرد على الأرض يترك في استسلام رأي عباد منع من كتب مضمون بها على غير أهلها فلا يفك عنهم جهل عصبية قيد ولا يكرمون بأسباب تهديب معرفة سلطة رشاد يعيشون في غوغائية فوضى الكل فساد مدنهم الآن قرى كبيرة منتفخة كتل إسمنتية يركبون دراجات سيارات للفروسية يتبولون في أزقة حدائق كما لو كانوا في خلاء بادية حال خروجهم من ملاعب كرة القدم يخربون يوم الأحد ملكا عام يجبرون بصخب في حفلاتهم جيران على السهر في الليل الفرد فيها ما زال عشائري قبلي سلوكه غير مسؤول لم يستقل بينما بقي هنا عليل السكان الكئيب يجتاز سكون المعمورة الرتيب التاريخ الآن يلتصق على شفتيه ينتحر بعدما في بطون ذهنه انحصر خارجا بقي يجري يتطور لبس عباء البارحة لبس البارحة عباءة شكل كوجيتو
عرى من امتداد تتكلم فيه الطبيعة لغة رياضيات موضوعها تحريك قوى طبيعية شداد في قبضة مدار جاذبية كواكب شموس خط أطياف ذبذبات على رأس مسيرة التاريخ طاقية كانت الثلاثية يجري ممتطيا صعوة جواد باعتداد نقدا تفكيكا ديالكتيكا تاركا وراءه منطقا معلم الأول تاريخ أصبح فيه الإيمان حدسا إيتيق عمل خلاصة جدل تحركه علوم تجريبية معاينة واقع في عين جمع تضاد صوفي بوهمي كضالي عملا بالديالكتيك في حيز الفيزيس في تقلب شأن عام تغير حضارات أحوال من عقل صوري يعني بالشكل واقتصاد طبيعي ريفي ريعي يتهلهل إلى آخر حديث قائم على إنتاج بالعقل يحول طبيعة يغزو أسواق فيه نسق عقلنة مؤسسات سلطة مدنا حركة مال الراوي يهرب من طحونة محايثة شأن عام تاركا حابسا مجرى أحداث مثل أفعى تعض ذيلها لا تتحرك لتسعى يسهو يتعالى عن هنا الآن ينعى يزكي طبقات صحابة قدسيين بعضهم كانوا في حرب على كرسي زعامة راغبين يتوعد كل من لا يصلي على خلفاء راشدين مثلما توعد ابن أبي الدنيا بالنار لأميين تخصص في فن الرواية بنهج لا يتغير لا يحيد أبدا عن مألوف في صناعة تعبير وسرد تاريخ ميثولوجي ثيولوجي مثلما عند المسعودي وابن كثير لا يخالف حق قط الموروث المعروف بينما أنين السكان الكئيب يجتاز سكون المعمورة مرة القرية الآن لا اسم لها مثل باقي القرى إنها تقيؤ اللسان لغو شامل والمتجمهرون زمرا جماعات في سلاسل من كل مكان يسارعون إلى ساحات أسواق يدق فيها الطبل بينما أين السكان الكئيب يجتاز سكون المعمورة الرتيب الراوي لم يعي نفسه لما هو في خيال مثل خيل ذي أجنحة يحلق فوق صحاري تلال حكاياته تحيك لمن يرويها نسيجا تلقي في عماء لغطي أقوال يكسر فيها يموت مثلما في بيت عنكبوت يلقى سوء مآل كما يلقي الدباب بنفسه ليلقى حتفه حتف من يقتر بفن التشويق في نسج رواية من أجل رواية انقلب الراوي فيلسوفا مشائيا في وضوح مزج بين خطابة برهان جدل شوش على الأقزام ولا للخاصة هو بنصوح مثل من لا يفرق بين يقظة منام لا يجعلهم يحسون بعافية بعد آلام تهافت أخفق في تحويل الظلمة نورا حتى وإن قص ووعظ من منابر بينما أنين السكان الكئيب يجتاز سكون المعمورة الرتيب فوق الأرض لم تبدد ظلمات ليل سرمت ما زالت تتعتم تشتد حتى غدت كل ألوان الأبقار
في ليل حضارتنا المتأخر لونا موحد صارت فيه كلمات الراوي ثقبا في ألواح قديمة تردد تمجد تضجع بين أوراق صفراء تفتن تشد إليها الهائمة في كل واد ضربت حول نفسها سياج قداسة وبناء موروثها فيه شقوق لا تعد لا يصمد أمام تقصي نسق تجريبي فيتهلهل بينما أنين السكان الكئيب يجتاز سكون المعمورة الراتبة المدينة مثل السماء لها سبعة أبواب نسخ لرسم كوسمولوجية بطل يموس مثل أقطار سبعة على البسيطة تتيمن لكل سباعية بكل سباعي متشبهة بسماء بأرباب مثلما تعلو صوامع معانقة اللانهائي سحاب ومثلما يرمز للتعالي في وردة الأرابيسك ودائرية أضرحة قباب مركز المدينة المصلى رمز المقدس بقربه قصر السلطان حوله الملأ الأعلى من بطانة علية عسكر نخبة فقهان ثم باقي تجار صناع وفقراء الأمصار مثلما استوى صانع الكون الديميورج ودونه باقي كوسموس أنوار مضاهات لخليفة مستبد هو الناهي الآمر لا يسأل عن مزاجه بضابط فقهي دستوري إن كان عادلا فله الأجر وعليهم الشكر وإن كان ظالما فعليه الوزر وليس عليهم إلا الصح السلطان فرض بقوة عصبية ضرائب على طرق قطن توابل آخذا غنيمة ريعا من أمم عابرة قبائل والبارحة باع زيت الأرض الأسود سلم حجر مكة لأسياد رصع بها بغبا برج أيفل وتمثال بروميتوس ومنيرفا فلم يمر الإله بطرق الزيت الأسود كانت يوما ممر قوافل ليحفظ دار الإسلام بملائكة بندر من غمام غربي يمطر بطلقات مدافع قنابل وما زال أنين السكان الكئيب يجتاز سكون المعمورة الرتيب تجاهل أهل القرية أطفال غزة حيفا تناسوا من هجر من عكا يافا غشيتهم هيبة في مساجد يستمعون إلى ما يغريهم يرهبهم يفنيهم من أمثال نقائض وضوء أو قص جوارب حجاب امرأة مظهرين الله مستبدا يعد عليهم تفاصيل عثرات لملائكة بيروقراطيين دوما في مرصاد لصغائر يعد آلات تعذيب تحقيق برئاسة أنكر نكير وصور بشعة مرعبة عن آخرة يوم حصر وأبدان في أصفاد من شعور معلقة مصلوبات بخطاطيف من أسداد ليغرق في إهلاك قنية إلى حين يقولون متباهين نحن بدويون ملاك صحاري تفور ذهبا مثل سليمان سخر الله لنا جنة من إنس دهريين حرفيين مهرة يزخرفون لنا قصورا يشيدون طرقا جسورا في خدمتنا خبراء يابانيين ألمانيين نملأ الثلاجات مما جادت به كل الأسواق فدعنا من إبداع كد أمثال الطهطاوي أتاتورك لم يخلص الإبريز من دنس شيطان باريس الإسلام الأول يقتدى به دون تأويل نقصان اجتهاد فهو خير مثال لشريعة سنة تامة فيها طب روحاني فيها قضاء وقدر في غاية الكمال
نرمي برأي أبي حنيفة إلى الواد، نبقي على حرفية ابن حنبل وبه نعتد. العلم عندنا يتوقف عند حد، محفوظ مثل وعظ خطابة قضاء، وعيدا تنديدا إقامة للحد، صوتا تكفيرا قطعا لليد، ومذموم مثل الاشتغال بطب علوم فضاء. نحكم على سارق عصعص دجاجة من مطعم بمئة جلدة آلاف ريال، وبعشرة صوت سجن أيام عن فقيه شرطي التهم عصعص مؤخرة غلام. نحن جهل لنا سوق نخاسة، تعدد حرين حور عين في جنة معاد، فنحن من أهل دين، من السماء نتشبث بحبل المتين. للضالين إبداع ابتكار، ولنا التنعم بالدنيا، ثم حمد شكر. شعارنا أنا أصولي على نهج الآباء لن أحيد، أستهلك آخر قنية نسيء إلكتروني، إذن أنا موجود، بينما أنين السكان الكئيب يجتاز سكون المعمورة الرتيب. الأقزام لا أسماء لهم سوى عبد الله أو فلان كباقي أي فلان، اعتادوا على العمى، هم دائم الحنين إلى مجرد حكي حكاية، حياتهم تقطر أسقاما أنينا. صفر هم، صفر هم، صفر الوجوه جياع، حول الراوي يلتفون في حلقة راكعين، صاروا مع الزمن ولعين، للوعد للوعيد متلقين رائعين، باعوا من قبل الكراسي الرؤوس، حملوا أعناقهم المقطوعة على صحون لأسياد محترمين، الآن هم في لهو لغو في كل وقت وحين، يرددون نفس الحكاية في تشويق. نسي الأقزام الإنسان هو الأصل، مجدوا الشرائع في استرسال، إن أمعنوا النظر وجدوا الشرائع مثل قوس مع آلة الكمان، تلعب على أوتار طبيعة بشر، تؤلف بين أفراد محيط مجتمعي فيزيائي، ترمي مقاصدها إلى منفعة تعايش تأقلم، عندما عند تحجرها تعود بالويل على مبدأ البقاء. الكلاب غزوا القرى العربية، أتوا من الغرب لينفضوا صحاري من نفط، ويجففون مسبح أبطال لينظر، معلنون أن لكل الأسواق أن لهم كل الأسواق كل الثروات، بعد قتلهم الإنسان والرب، وميلاد شبح حي ذكي زومبي في مدن استهلاك وفرة أشياء، ظلا تتفيأ تتشيأ، يحطمون ذرات يسبحون في دماغ إلكتروني، بعدما نهوا آبار غازات، قلقون يخططون لغزو أقمار مجرات، بحثا عن منابع دم جديد يضخ في عروق أسلاك، غدا بعد 50 سنة أو عما قريب، ستجف الكلاب في نتانة سيليكون حديد، تتنفس من محروقات إنسان آلي سلكي الوريد، بينما القرية هنا في نزوات تلهو ترقص على أنغام رطنا والرباب. الأقزام ظلوا جهلة رعاة، خانعون للديماغوجيا في تملق استهتار رشوة، أفواههم مفتوحة مثل أصنام مخشبة، مقملين مجدومين منتفخو البطون،
مثل حامل في الشهر الثامن، يعانون من نقص في البروتين مثل أرانب لا يتحركون إلا للإنجاب، قرضا لنبات أعشاب، دوما نحو الراوي في انجذاب إعجاب، حتى وإن بان عليه التصنع عندما يسكب لهم في كأس السرد وعود خمور نشوة ينفس عليهم، يضحكهم يسليهم، يقرضهم في احتفاء صاخب، يأمهم في زعامة مشيخة إمامة، يتكلم عن شريعة حياة من منبر قطر طهران منامة، لتحلبهم مجالس نخبوية إلى يوم القيامة وشركات استثمار اتصالات فرنسية. الراوي لا يتشبه بالفاتحين الرجال، غزوا فيما مضى بالعزيمة رمال، شغله تنويم الأقزام مثل أطفال، لينطلي عليهم مكر حكايات مثل الطفل وعم الغول، بينما أنين السكان الكئيب يجتاز سكون المعمورة الرتيب. الرجال أتوا من صلب أنوار قزحية، ليسوا من زمن الأفول، ليعلنوا ساعة هتك عظيم خبر حدود العقل في مرآة رشدية نيوكانطية وبقاء إتيقى الكمال. من داس التاريخ شخصوا علة الفساد وكيف كانت عمارة من طغى وساد. هم حبلى لزوبعة العاصفة ستخلخل ثوابت فروع لا تصمد مع علم جينات نيرولوجية سيكولوجية بيولوجية تاريخانية. سيرمون إلى القمامة الزمن المتعفن القاتل غطى وجوهنا بحمرة الخجل. تاريخ القرية عند الأفول حجب شمس الأمل، ربط مصيرها بحبل من سماء الحكاية متصل، دحرج الراقدين وعظامهم رفاة أشتاد تحت أكواخ تحت ظلال تحت نخل وسط رمال. الراقدون لم يمنحوا حنان الشمس، هم صفر الوجوه مثل طحالب جافة ميتة، يرتعشون لقدوم رياح ناسفة حتى وإن كانت لحياتهم ناصفة، بينما أنين السكان الكئيب يجتاز سكون المعمورة الرتيب. الأبطال هم ثلة من رجال، يتساءلون هل استراحت الحضارة بين أوراق حكايات لترى السيافين حراسا بعمائم، جاثمين على صدور الناس بأقوال سخيفة وتمائم، وهل قبرت آلاف الأغاني وملايين فقراء الأرض في مدن الأحزان، من قبل كانوا ورودا اليوم أصبحوا الطحالب رمادا دود، وهل كان التجاهل فيما مضى لتعرية لعبة سيادة تقرير في ترجمة ليفياتان للأمير إلا لأن الأمور بسم الله لمن يسود تصير لفرد قبيلة أو فوضى الكل، فلا أهل القرى في الشأن العام يشاركون، بل يكتفون بأمن تكاثر ثم يصادقون يصفقون يباركون. وهل حقا كان وراء أفول الشرق مركزية سلطة الاستبداد وحشر أنف الإمارة في شأن عمران عمارة وحضور مقدس في كل دروب الحياة لتنسف الحضارة العربية هوية في ارتداد؟ لما كثرت عظامها بالطاعون ودمر تيمورلين بغداد، فعادوا يتساءلون يتفحصون مقدمة ابن خلدون. الأبطال لم يسألوا ماذا فعلت حضارة الإسلام للعرب، بل ماذا فعل العرب لها، ليلوموا كل تهافت غزالية وباقي فرق معرفية من استسلام طرق صوفية حرفية عقائد سطحية وتجاهل خلدونية اغتيال رشدية إلى كسب حركة تجارية
بوسائل نقل تقليدية كالماشية وجهل عربة ركوب مياه أطلنطيكية، بينما عين السكان الكئيب يجتاز سكون المعمورة الرتيل. الرجال يستعدون الآن للعودة إلى ساحة الراوي ليسخروا من خرافات وسحرها القتال، يفكون عمن شاء من الأقزام قيد العقال عودا إلى حياة خشنة. سيكسرون جدار الصمت فترتج أطراف المعمورة وزوايا العفن العربي، بينما الأقزام لم يعرفوا القتال لطغيان تنين الغابة، بقوا في تهوال لاهين ساهين في تهريج حكي. نالت الحكايات من مستمعيها قرونا أعواما فصول، قضوا حياتهم رقصا على حبال. عند عودة الأبطال ستنتحر خرافات الماضي تحت ضربات مطارق معاول، سيخرجون مثل عفريت من زجاجة في يوم فصل كان ميقاتا، سيصيحون في أطفال شباب لئلا يقتفوا آثارا آدابها حامض الزمن، فبذور الغد ستحصل ما أقمته أجيال، تلد عمالقة يتبرؤون من ماض زال، فبلية الأبناء في هبات الآباء. الآن ليس من المستقبل بد على حال ليجعلوه منهم على بال، في مسيرات سلمية صرخات صدحات حناجر تهدد تندد، نريد عيشا كريما عقلنة مؤسسات تغيير دستور، على التنين أخطبوط طاغوت فساد أن ينسحب يرحل في الحال هنا والآن. هيك هنا يا رودوس نون الآن سلطار اقفز. الرجال سيصيحون في نائمين سدج، لقد استيقظ المارد العربي والآن آن صعود قمم الجبال. الآن كفى من فتنة الراوي، فنحن ضمير المتكلم يفكك كل حكي مدجن مدجن، ينشد بالعمل غدا أفضل، يقوض ماض ناقص ملئ اسمية تعرى من أفعال. الراوي لن يرضى بالهزيمة، لن ينسحب، لن يستجيب أبدا، سيفكر سيكفر سينهال على من يجهل بشتيمة، سيطلق لسانه على رمز حكاية، سيسترسل في خيال، سيغرق في ليل صمت سيلفه صدى، سينزوي في تخوم مدن أدغال، وحوله صحبه في كهف الرقين على عن منطق التاريخ الديالكتيكي نوما رقدا. القصيدة القصيرة الثانية بعنوان لم نصل بعد إلى القعر. كل الأشياء تأتي في أوقاتها، هيراقليس عن الطبيعة. لم نصل بعد إلى القعر، إننا ننحدر نندحر نتهافت نقرر، نردد مقطعات فواتح صور، ما فتئنا لشروحات نجتر، لوحنا نحمله وراء الظهر، ثم نقرأ دون كلام، ونحن لا نرى سوى أطياف شبه حروف تلوح لأعين معمشة بكحول الحفظ وصمغ مثل سواد الليل. عند الاصطدام بالسهل سنصل إلى القعر، لنعاود الصعود تجاه النور، يسأل بغبن كنود أين العقل؟ فلنعي ضرورة الزمن مسيرة التاريخ، كفى من استسلام النقل، فنحن في الرمق الأخير. حماة الحق، حماة الحق أنتم سوى له رددا في لبس ما بين تعالي محايثة رقدا، المتنورون أينما كانوا لحق الإنسان هم له سجدا، وأنتم لكرامته جلدا، تباع كل نسيء في جنة عولمة هجينة، أنتم سلالة قردة
مقلدون للأسياد ولأهوائكم عبدا. القصيدة الأخيرة: تكريم الإنسان. أيها الراقدون فوق الثرى، ألا تسمعون الطرقات على الأبواب؟ الموضوع واضح، الكلام فاضح، الإرادة مدخولة، الحالة مردولة، الفساد قائم والعقل نائم. مضى عهد ليفياتان، متى سنكرم الإنسان؟ شكرا.